قبل أسبوع من موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة في الجزائر، يؤكد الرئيس عبد المجيد تبون في حوار مع أسبوعية لو بوان الفرنسية أنه لا يفكر في الترشح لفترة رئاسية ثانية، وأن جهوده منصبة على إعادة بناء مؤسسات الدولة. هذه التصريحات اعتبرها مراقبون رسائل مباشرة للتيار المعارض المنتقد للمسار الحالي للسلطة، وأيضا فتحا لباب المنافسة أمام التيارات السياسية الراغبة في الوصول إلى سدة الحكم. يظهر أن الرئيس تبون يحاول أن يعطي إشارات تطمين للطبقة السياسية، خصوصا للتيار الديمقراطي الذي لم ينخرط في معظمه في الانتخابات التشريعية، بأن هناك مسار نحو تجديد المؤسسات، وأيضا يذهب نحو انتخابات رئاسية قادمة في موعدها، ويفتح التنافس لخلافته في 3 سنوات ونصف المتبقية. وفي الوقت الذي أثنى فيه الرئيس الجزائري على دور المؤسسة العسكرية خلال فترة إصابته بفيروس كورونا، اعتبر أن الحراك الشعبي قد حاد عن مساره ولم يعد ذلك الحراك الأصيل الذي يؤمن به، فحراك اليوم حسبه محتكر من قبل أقلية كانت رافضة للانتخابات الرئاسية السابقة. ما قاله الرئيس تبون حول الحراك تصريحات إعلامية فقط، وليس بالضرورة أنه الواقع الذي تحدث عنه الرئيس تبون، لأنه يكون قد بان رأيه وفقا لتقارير أمنية وتقارير من جهات مختصة، لكن الجميع والحضور الأمني المكثف في كل جمعة وعبر مختلف كل ولايات الوطن يعكس بأن الحراك الشعبي هو في أوج قوته. وأكد الرئيس الجزائري أنه يفكر في إنشاء حزب سياسي، ولكن ليس في الظرف الحالي. رغم انقسام الشارع السياسي في الجزائر بخصوص الانتخابات التشريعية، يؤكد الرئيس عبد المجيد تبون أن الحراك الذي وصفه بالأصيل قد حقق أهدافه، ولا مناص اليوم من المسار الانتخابي لإعادة بناء مؤسسات الدولة التي كانت على وشك الانهيار. حسن جزيري، قناة الغد، الجزائر.